خير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كي غاديين مع رمضان؟ مزيان، كل شيء مزيان ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. عندنا في الصباح وغادي ندي نريال ليكول، عزيز عليا يمشي في البيشيكليت. غادي ليكول، عندنا الجو زوين حقيقه، ونديوه المدرسه ونرجعوا نشوفوا شنو نديروا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وصباحكم مبروك ونهاركم مبروك، وان شاء الله رمضان ما غادي مع الطريق قرب يسالي، ولا لا سالا يمشي ويجي، وحنا لا مشينا ما نجي، وسعدات كفاعل الخير. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هو وصل لا كلاس ديالو، ديتو ورجعت انا للدار، جمعنا شويه الدار، وداك الشيء ما صورتش معكم. قلت غير باش ما مغبروش، تنغبروا مره شويه عيانه، داكشي علاش كنغبر. ما كنحاول نبعد من التليفون، ولا كيحرقوني عينيا بزاف، الا بقيت مركزه في التليفون بزاف مع الاضاءه، وداكشي تيضرني في عينيا. درنا شويه المخمرات، شويه البطبوط، عجينه فرقت على جوج، درت منها بطيبيطات صغار باش نعمرهم، وبطيبيطات هكا مخمرات بالزبده والزيت كيجيو زوينين، كيجي زوين هذا، عزيز عليا انا. والمائده المغربيه ما كتخطاش من المسمن ولا البطبوط، الا ما كانش البطبوط يكون بغرير، ما كانش بغرير البيتزا. تبارك الله كل شيء كاين. في الحقيقه هذا الشيء خصوصا في الطبله المغربيه ضروري يكون مسمن ولا هذا الشيء. الحقيقه فاش نقويو منهم شويه، والله في الحقيقه كينفخوا المعده وكيضروا في المعده. الواحد قدر الامكان يبعد من هذا الشيء بزاف بزاف، بحال هكا يدير شي حاجه خفيفه وهكا باش يقدر يتحرك. خصوصا دابا المغرب كتكون كتودن مع 8:30، عندنا حنا صافي ما عندك فين تخرجي لا والو، كتبقاي غير جالسه في الدار، ما الماكله ما كتحركيش، ماشي بحال الناس اللي كيخرجوا تبارك الله وفي المغرب تيمشيو للتراويح وداك الشيء، ماشي بحالنا حنا. هنا درت الحشوه بارده والحشوه سخونه، وانا معشق الحشوه البارده كتعجبني، كتجي منعشه في البطبوط. هذا هو فطورنا، بسيط وسهل، وكل نهار رزقه، ولا شاطت شي حاجه كنخليوها لغد ليه ونسخنوها حتى حاجه ما تضيع. وفاش كندير انا المسمن كندير بكميه كثيره، باش كنفرقوا على ثلاثة ولا على أربعة هكا، باش يبقى باش ما نبقاوش واقفين كل نهار في الكوزينه، ما عزيتش عليا نوقف كل نهار في الكوزينه. وشكرا لكم حبيباتي، والى اللقاء مع فيديو ثاني.